هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. فأولا مرحبا مشاهدي يعني لساد تي في. فبالنسبة للمباراة ديال الوداد ما غتكون سهلة، كتعرف انه هو مباراة، اهم شيء هو الشوط الاول الحمد لله مر بسلام. مباراة في القاهرة، مباراة يعني لعبوها اللاعبين بواحد التكتيك عالي جدا، خاصة فيها واحد جوج ديال الاشواط. الشوط الاول يعني كان دار ان بلوك با ولعب على لي كونتر، دونك خلال يعني الكرة الفريق الاهلي، وما كانش يعني كان استحواذ سلبي، ما كريوش دي زوكازيون. الهدف اللي تسجل ضد مجرى اللقاء، دونك في الشوط الثاني كان السيناريو الثاني، كان دونك الوداد عادت يعني خرجت تلعب الكره، دونك كان هو لو بلون جو لو دوزيام بلون جو كان ديك الساعه. دونك الدراري ناورو ضد مجرى اللقاء تسجلوا هذا الشيء، الهدف الثاني، وهذه هي القوه ديال الوداد، يعني كيفاش استغلوا داك لو طون فور ديال الفريق الاهلي، كان ضغط عليهم كيفاش خداو ديك الساعه، كانوا ديك الساعه في لو طون فيبل ديالهم هما ديك الساعه، كيفاش ماركاو البيت ولا اروع. دونك هدف اللي عطاه واحد الثقه للاعبين، وكانت باينه حتى على المخيله ديال لو ستاف تكنيك ديال الاهلي ولا اللاعبين ديال الاهلي، يعني عرفوا بان الهدف اللي تسجل عليهم يعني غادفعوا الثمن ديالو غالي، خاصه هما كيعرفوا يعني مركب محمد الخبيس، يعني مركب اللي كيشكل لهم واحد العقده. الوداد كنظن يعني جوج مرات هو كيفوز على الاهلي، لا في 2017 ولا 2022 كنظن، يعني هاد السنه هذه كنظن الوداد في 2023 الوداد يعني كاين مجموعه متجانسه، لاعبين اللي خداو مروا من تجارب، بلا نقولوا مروا من تجارب، شيء جميل في الوداد هما تحطوا في دي كونتيكس اللي عطاهم ليكسبيريونس. بلا نقولوا المباراه ديال سيمبا كيفاش كانوا متخلفين بهدف في تنزانيا، جاوا هنا المركب محمد الخامس يعني انتصروا بهدف لسافه مشوط ضربه ترجيحيه، كان الحسم الحارس مطيع. المباراه يعني ديال سان داونز اللي كان جمع كل المتسبعين الرياضيين بان ان الوداد تخرج من نصف النهائي، ولكن شخصيه البطل كيلعب الوداد كيلعب يعني بالاكسبيريونس ديالو بالكاليبر ديال لي جوور ديالو بطبيعه الحال بالجمهور. شفنا كيفاش المباراه ديال الاياب يعني في بريتوريا مع سان داونز، كيفاش يعني كان الشوط الاول كان امبيكابل، كان مزيان. الشوط الثاني ضد مجرى اللقاء يعني الفريق ديال مامي سانو سجل عليك الهدف، وسجلتي هدف ديال التعادل، سجلتي الهدف، سجل عليك الهدف الثاني، وكيفاش رجعتي في يعني لا رياكسيون كانت بوزيتيف وسجلوا الهدف. دونك الوداد عندهم لعبه ولا عندهم واحد ليكسبيرونس ديال الماتشات الكبار كيلعبوا تحت الضغط. مباراه كما كنقولوا فيها جوج ديال السيناريو، السيناريو الاول كنظن راه الوداد غيكون المدرب غيكون عمل على هذا الجانب هذا، كيفاش غادي يتوقع المباراه كيفاش غتوقع بار اكزومبل لويسي من الاهلي اين غادي يديروا الضغط العالي كما داروا لنا بار اكزومبل في 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 القاهره. دونك الوداد عنده لو بلون ا ديالها، وعنده لو بلون بي، وعنده لو بلون سي، يعني وكتعرف مر من التجارب، خاصه ملي نقول التجارب من المباراه ديال نصف النهائي ضد مامالي دي سان داونز، كنظن فريق ديال سان داونز كان 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 يعني كان بردال ان بريسينغ هو على الوداد، سيرتو كان دو تيب ديال بريسينغ، كان بريسينغ بوزيسيونيل اللي كتكون عند الحارس موطيح، كان كي جوج ديال لي زاتاكون لا شالوليل ولا ميلو ولا اللي كانوا كيمشيو عند ابو الفتح وعند زولا، زوان كان كيزي عند جبران، يعني ميكخيلوك ديما كتلعب كره طويله. دونك الوداد مروا من هاد ليطاب هادي، سينو ين غيدو لك ان بلوك با ويخليو مثلا يخليو لك الكره ويحيدو ليسباس كيف ما داروا في القاهره الاهلي. الوداد سجلوا عليهم في داك لو كونتيكست، في داك لا سيتياسيون. دونك الوداد مرات بزاف ديال المراحل اللي عطاتهم واحد ليكسبيريونس لعابه، ولاو دي زونترينور ولاو دي زانجينيور داخل التيران، كيعرفوا كيلقاو حلول، كاين واحد لا كونيكسيون، وشي جميل هو كاين ترسانه من اللاعبين المجربين. نقولوا يعني حتى يعني لو الدخول ديال المباراه ديال الذهب، دخول ديال اوناجام وديال بور عطى ليكليبر او نيفو ديال لاليندا، وشفنا ديك لا كورديناسيون، داك لا كونيكسيون بين العملود وبين اوناجام، ملي تكون اوناجام في الكولوار اكستيريور دروا، العملود تكون في الكولوار انتيريور دروا، كذلك العكس، يعني لاعبين عندهم ليكسبيريونس، وكنظن مع الجمهور والحمد لله شي جميل. هو كنشوفوا يعني الصور ولا رائعه يعني في مركب محمد السادس اللي كانوا تربوا سبيل الوداد، يعني خرجوا من داك الضغط ديال هنا ديال الشارع المغربي، فالحمد لله اللاعبين عارفين شنو كنتظرهم، وشي جميل هو التصريحات ديال اللاعبين يعني كامل كانت بوزيتيف، يعني سيرتو يعني كنلقى مثلا ملي كتمشي مثلا داك الكومبلكس يعني كتسترجع يعني الطراوه البدنيه، يعني كاين دي موان دي ريكيبيراسيون من لاكريو، من لي ماساج، من بزاف ديال الاشياء، من لاليمونتاسيون تما تاهي مزيانه.
دونك الوداد سون بري بور هاد للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. ام دي جي اس نربحوا الرياضه.